هنايا سمير مثلا تورط وانت قاعد تشوف الحملة الشرسة اللي صارت 24 ساعة على سمير سريمي في 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 وسائل التواصل الاجتماعي وفي الفيسبوك في علاقة بكل الوراق وإجا تشوف وإجا كذا وسمير سريمي قاعد يشوف معناتها هو في الأخر بكل ما عنده ما دخله سمير سريمي خمش نجعلك عارف بهلي خلينا ناخذ تعليقك ساعة سمير معناتها في العملية اللي صار شنو عندك ما ترد شنو عندك ما تقول على الاتهامات اللي صاروا لك والحملة اللي صارت في الفيسبوك اتهامات من عند شكون؟ من عند جمهور الفيسبوك لا يعنيني لا يعنيني أنا أترفع عن الفيسبوك الفيسبوك هذا اللي هزنا للهاوية اللي دخل الفيسبوك لهالبلد هذا هزنا للهاوية لما يقيمني إنسان في مستوى بحديث في مستوى نسمع نتصنت ويكون إجابتي على قدر المستوى هذاك ولكني أترفع عن الإجابة على ما وراء الكلافيي ويقولوا كلام ولا ما يقولوش عندي 30 سنة في الإعلام وعندي 20 سنة كمحترف واشتغلت في كل القنوات تقريبا ولكن الحاجة اللي ربما نخرج بها من كل البلاتو الروح الداري هي أنه ضميري مرتاح لا أفقه في القانون ولست متضلع فيه أنا رياضي بالأساس صحيح نعرف الكورة ونعرف نحلل الكورة وعندي منقول أو ربما أعتبر نفسي أني ربما عندي منقول عندك الشرعية التامة باش تتكلم في كرة القدم سمير السليمي وأنا نعطيك تحية هونية في المباشر نعرف بعضنا مش من برشا من 3 سنين لكن نجم نعتبرك من أبرز كمش أبرز محلل رياضي موجود في بلاتو كرة القدم هذه نعطيه لك في المباشر شكرا لي أنا يا خويا نتكلم كورة لو تسمح سمير خويا تكلم تسمح هم يعيبوا على سمير ويعيبوا على البلاتو بكل